اقتصادينا الآن، حيث ألغى البنك المركزي في عدن التراخيص المصرفية لعدد من البنوك المحلية التي تخلفت عن تنفيذ قرار نقل مراكزها الرئيسة للعاصمة المؤقتة عدن. وشمل القرار بنك الكريمي وبنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك اليمن الدولي وبنك الأمل للتمويل الأصغر. كما أقر البنك استمرار الفروع لتلك البنوك بالمناطق المحررة في نشاطها حتى إشعار آخر. وقبل 40 يوما وتحديدا في 30 من مايو الماضي من هذا العام، أصدر البنك المركزي في عدن وقف التعامل مع البنوك الستة بعد رفضها الامتثال لقراراته بنقل مقرها من صنعاء إلى عدن. إذا وللوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا المحلل الاقتصادي المعروف السيد عبد السلام الشجاع. نرحب بك سيد عبد السلام معنا إلى أخبار المنتصف. إذا كما ذكرنا في الخبر إلغاء تراخيص 6 بنوك من قبل البنك المركزي، ما أهمية هذا القرار الآن من قبل البنك المركزي؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بكم بالمشاهدين الكرام. هذا القرار في الحقيقة قرار صادم وبريء جدا يعني. حيث انه التوجه لالغاء قرارات او تراخيص لخمسه بنوك وبنوك كبيره في منظومه العمل المصرفي في اليمن قد يكون لها ارتدادات كبيره جدا في تشمل الوطن بشكل عام، ليس في منطقه مركز صنعاء فقط، وانما ايضا في ما يشمل ايضا البنوك او الفروع في منطقه البنك المركزي عدن. لا يخفى على احد الان انه على الواقع الاجراءات التي قام بها البنك المركزي في الاونه الاخيره قرارات صائبه، لكنها جاءت متاخره كثيرا، وبالتالي لها اثار سلبيه على الحاله الاقتصاديه والمعيشيه للمواطنين بشكل عام، سواء كانوا في مناطق مركز عدن او مناطق في مركز صنعاء. يعني سيد عبد السلام حتى نفهم ويفهم ايضا المواطنون، بما يتعلق بهذا الالغاء، هل هذا الالغاء غير مدروس بحيث يكون له ارتدادات سلبيه الان على الوضع الاقتصادي؟ نحن نتمنى ان يكون القرار ضمن منظومه واستراتيجيه واضحه لاعاده دمج الاقتصاد في الشمال والجنوب. الفتره السابقه وتراخي البنك المركزي عدن ادى في الواقع الى وجود اقتصادين حقيقيين قائمين على الواقع. اقتصاد في مناطق الشمال، اقتصاد في مناطق الجنوب، اقتصاد في مناطق الشمال من الناحيه الماليه والنقديه. واقتصاد قائم بذاته في مناطق الجنوب من الناحيه الماليه ايضا والنقديه. مثل هذا القرار في الوضع الراهن اعتقد انه قرار يعني جريء جدا ويحتاج لدراسه اثاره بشكل كبير جدا حتى لا يكون انعكاساته على منظومه العمل المصرفي منظومه اثار سلبيه على المستوى الاقتصادي بشكل عام. قرار جريء حتى يعني ينجح ربما هذه الخطوات وتنجح هذه القرارات وهذه الخطوات كما وصفتها ايضا بالجريئه، يجب على البنك المركزي ان يتخذ خطوات ما هي؟ بعد هذا كان اعتقد في اعتقادي ان اهم قرار قام به البنك المركزي هو قرار لتوحيد العمله، قرار الغاء العمله في مناطق الشمال. نعم. كان الغايه الكبرى منه ان اعاده توحيد العمله، وبالتالي كانت سيستفيد المنظومه الاقتصاديه بشكل عام سواء في الشمال او في الجنوب. سيستفيد من الناحيه السياسيه وايضا من الناحيه الاقتصاديه. وكان اعتقد في اعتقادي انه الاهتمام بهذا القرار كان الاصل ان ينظر اليه بمنظار اقتصادي واستراتيجي بحت، بحيث تكون هناك اجراءات وحزمه من الاجراءات مصاحبه لهذا القرار تجعله اولويه وتخفف من اثار العكسيه على مناطق الشمال والجنوب. لا يخفى عليكم الان انه في الشمال والجنوب هناك ارتفاع لتدهور للعمله امام الدول العملات الاجنبيه. نعم. بل وندره واختفاء للعملات الاجنبيه بشكل عام في الوقت الراهن. قد تزيد هذه في الايام القادمه، فكان لابد ان تكون هناك حزمه للتخفيف من هذه الاثار. نعم. بالنسبه لموقف الان البنوك التي تم الغاء تراخيصها، باعتقادك ما هي موقفها؟ كيف سوف تتعامل مع هذا القرار؟ ننظر الآن احنا في انتظار ما هي الإجراءات الثانوية التي سيوافي البنك المركزي بها هذه البنوك.
بل وسوافي بها البنوك بشكل عام، المنظومة الاقتصادية أو الجهاز المصرفي باليمن. يعني معلوم أنه إيقاف بنوك كبيرة بهذا الحجم ارتدادته لن تكون سهلة. صحيح. يعني وهذا يعني ما جعلني أسألك، يعني الآن موقف البنوك الآن هل سوف تمتثل؟ هل سيكون هناك يعني ربما حوار معين لكي يتراجع البنك المركزي؟ هل سوف تمتثل هذه البنوك؟ كيف سيؤثر أيضا على العمل المصرفي داخل مناطق سيطرة الميليشيا وارتداداتها على المواطنين هناك؟ هذه القرارات، تتابع هذه القرارات وبهذه الحدة يعني قد يكون له أثر سلبي وأثر إيجابي. نعم. الأثر الإيجابي فيما إذا كانت هذه القرارات مرنة ويمكن أن تستوعب الأثر السلبية لارتداداته، أما قد يكون سلبي بحيث أنه قد يدفع إلى انفصال تام للمنظومة المصرفية في مناطق الشمال عن المنظومة المصرفية في مناطق الجنوب، وبذلك يكون استقلال تام لاقتصاد مستوفي الأركان في مناطق الشمال عنه كما في مناطق الجنوب. نعم، نحن نتمنى طبعا أن يتم ذلك ويسهم في التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الكارثي أيضا ويحسن من وضع البنوك. أشكر تواجدك معنا المحلل الاقتصادي المعروف السيد عبد السلام الشجاع، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.